من الجزء انفرادات والضيع بطبيعه الحال، انت ماكش تلعب ضد فريق مستهل به، تلعب ضد الوداد، ما ضيعت اهداف الشوط الاول، رجعوا عليك وسجلوا فيك على ضربه جزاء، قمنا بشوط ممتاز الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كنا بعيدين جدا على الكره بالاخص 10 دقائق الاخرين، والورقه الحمراء هي اللي زادت معناتها ضعفتنا معناتها ضعفت الفريق بتاعنا، لكن انا مش راضي ديما نقول راضي على الوداد بتاعتي، اليوم راضي على 45 دقيقه الاولى، لكن 45 ثانيه حبينا نرجعوا في النتيجه، لكن الغالب الخصم كان اقوى منا وكسب المباراه، لكن حنكونوا واضحين تظني خدمه كبيره 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 جدا بالاخص في الهجوم، ان شاء الله 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 نلقاو الحل.